هنتكلم في فيديو النهاردة عن محرك مرسيدس OM457. هنتكلم عن مكونات المحرك الظاهرية اللي هي زي ما احنا شايفين بتبقى من بره المحرك. زي ايه بالظبط؟ زي رقم واحد مثلا عندنا في الشكل اللي قدامنا اللي هو الستارتر او بادئ الحركة او المارش. كل الاسماء دي تنطبق على رقم واحد. ستارتر ده باللغة الانجليزية بادئ الحركة اللغة العربية، المارش بلفظ السوق بتاعنا او اللغة الدارجة في السوق المصري. رقم اتنين عندنا التربو تشارجر او التربو، اختصارا ليه بنسميه التربو. رقم تلاتة حاجة اسمها ريفريجرانت كومبريسور او ضاغط التبريد او كباس التبريد او كباس التكييف او ايا كان المسمى، او في الاخر اللي هو الكمبريسور بتاع التكييف. رقم تلاتة كمبريسور بتاع التكييف. رقم اربعة فوق خالص عندنا في الجنب اليمين حاجة اسمها اويل فلتر اويل كولر كومباينيشن. فرقم اربعة ده بيعبر عن فلتر الزيت وسربنتينة الزيت في كومباينيشن واحد، جزء واحد. رقم خمسة عندنا حاجة اسمها الترنيتور، وبعض الاحيان بنسميه جينيريتور. تمام، رقم خمسة الترنيتور، او بعض الاحيان بيسموه جينيريتور اللي هو ايه الدينامو. تمام، اللي هو وظيفته طبعا بيشحن البطاريات بتاعتي. تمام، رقم ستة عندنا حاجة اسمها بيلت تنشنر او شداد السير. تنشنر شداد، بيلت يعني سير. عندنا الصورة التانية فيها تفاصيل اكتر شوية. فيها رقم واحد حاجة اسمها فويل فلتر، يعني فلتر الجاز او فلتر الوقود. تمام، رقم اتنين حاجة اسمها فليم ستارتنج سيستم، نظام بادئ الحركة، يعني نظام بادئ الحركة او مش فلق في الفليم يعني مسمى لهب، لكن هو هنا مش استخدامه لهب، ده عبارة عن نظام السخانات الموجود في المحرك، الاختصار فليم ستارتنج سيستم. رقم تلاتة ريتاردر ريتيرن فلو، ورقم اربعة ريتاردر فيد. تمام، تلاتة واربعة شايفينهم طبعا ايه قريبين من بعض. الريتاردر ده اللي هو فرمالة الفتيس. تمام، ده الخطين بتوع اللي هو السحب والراجع. تمام، بتوع الريتاردر، الريتيرن بتاع الراجع، واربعة بتاع الفيد او التخزين. هو هنا مسميه اويل ريبلانشمنت. هو يعني الاسم غريب شوية، بس ممكن نسميه ده يعني المكان اللي بقى ايه بزود بيه الزيت للمحرك، او بعمل بضيف الزيت للمحرك بتاعي. تمام، ما استغربش من الاسم بتاعه. رقم ستة عندنا حاجة اسمها اويل ليبستيك اللي هو مقاس الزيت. تمام، رقم سبعة اللي هو رقم سبعة ده فوق خالص، ورقم سبعة فوق خالص في اليمين لكن بيشاور على الجزء بتاع كنترول اللي هو الفيش اللي فيه الفيشة الكبيرة. ده كنترول يونت بتاعتي ال MRPLD كنترول موديول. رقم تمانية كنترول كونكشنز. تمام، الوصلات بتاعت الكنترول بتاعنا. رقم تسعة اللي هو بيرمز ليه حاجة اسمها ventilation with oil vapor separator. تسعة اللي هو ايه نسميه مبخر، عمة التبخير. تمام، هو بدأ من تحت لغاية فوق، ده عمة التبخير. رقم عشرة عندنا حاجة اسمها ايه single cylinder air compressor، يعني ده الكمبريسور بتاعي. رقم حداشر عندنا حاجة اسمها power steering unit pump، يعني ترمبة الباور. رقم حداشر شايفين السهم بتاعها رايح فين، ده بيرمز او بيشير الى الباور ستيرينج يونت بامب او ترمبة الباور. رقم اتناشر اويل بامب ان اويل بان اللي هي رقم اتناشر، طبعا هو بيشاور عليها مكانها جوه الكارتيرة في الحتة دي، هي طبعا مش بره، دي جوه بتبقى غطسة جوه جسم الكرانك كيس بتاعي. تمام، فهو بيشاور عليها بيقول ان جوه هنا ده مكان الاويل بامب بتاعتي او ترمبة الزيت. رقم 13 بيشاور لفوق خالص كده جنب مكان تزويد الزيت حاجة اسمها الفويل بامب، ترمبة الجاز راكبة في وش المكنة قدام كده. تمام، دي رقم 13 الفويل بامب او ترمبة الجاز، وده كان اخر جزء معانا في شرح مكونات محرك مرسيدس OM457. لو انت اول مرة تابعنا تدوس لايك وتدوس سبسكرايب وتكتب في تعليق كده المعلومة اللي انت استفدتها، او تكتب اشارة عن معنى الفيديو، او تعمل تعليق عن حاجة عايز تسأل عنها عشان نجاوب عنها في الفيديوهات اللي جاية. وطبعا تفعل الجرس عشان كل فيديو جديد بنعمله يجيلك اشعار بيه.